عايز تعرف اكتر عن مرض فيروس سي، ازاي بيتنقل من شخص لشخص، ازاي بنعالجه، ازاي بنشخصه، ايه هي مشاكله؟ تابعونا. اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر. خلونا في البداية نقول ان فيروس سي ده مرض منتشر جدا في مصر، كان انتشر بسبب حقن البلهارسيا اللي كانوا بياخدوها زمان عشان يعالجوا البلهارسيا. كانت السرنجة غير معقمة وكان بيدوا بيها اكتر من شخص، فده ادى لانتشار المرض بشكل كبير في مصر. هو مرض خطير بيصيب الكبد خصوصا، وممكن كمان يؤدي الى شوية اعراض بره الكبد، ومصر من اعلى الدول من حيث انتشار الفيروس فيها. دلوقتي نتكلم عن كيفية العدوى، ازاي الفيروس ده بينتقل من شخص للتاني. هو الحقيقة بينتقل عن طريق الدم، فممكن ينتقل عن طريق نقل دم ملوث، ممكن ادوات جراحيه في عمليه جراحيه تكون مش معقمه، ممكن ادوات عند دكتور اسنان مثلا تكون مش معقمه، ممكن عن طريق مواسي الحلاقه، وممكن الناس اللي هي بتاخد مخدرات عن طريق السرنجات وعن طريق الحقن، كمان ممكن العلاج بالابر برضو لو كانت غير معقمه، وممكن كمان يتنقل من الام لابنها في مرحله الولاده لكن نسبه قليله جدا. اما عن طريق الجنس فالانتقال بتاعه نادر جدا لكنه اكتر شويه في المثليين وفي اللي عندهم ايدز. دلوقتي لو الشخص فعلا اتصاب بفيروس سي والفيروس دخل جسمه، في 25% من الناس جسمهم ومناعتهم بتغلب الفيروس وبيمشي تماما، بينتهي تماما، و75% من الناس بيبقى مزمن وبيبقى حامل للمرض. ايه هي اعراض فيروس سي؟ للاسف ممكن الشخص يكون عنده الفيروس وما تظهرش عنده اي اعراض خالص، وما تظهرش الاعراض دي غير لما الكبد يبدا يتاثر في المراحل المتاخره، وممكن يجي بشوية حاجات بسيطة كده ما نقدرش نفرقها بصراحة، يعني ممكن يجي بشوية ألم في المفاصل والعضلات، شوية تنميل، شوية حكة أو هرش في الجسم. وزي ما قلنا ممكن ما يجيش غير بالأعراض المتأخرة بقى، اللي هي بعد ما يحصل لا قدر الله تليف الكبد، زي ممكن يجي بغيبوبة بقى كبدية، أو ممكن يجي باضطراب في الوعي، ممكن يجي باستسقاء ومية في البطن، ممكن يجي تورم القدمين، اصفرار الجلد، كثرة التعرض للعدوى، نزيف من دوالي المريء، أو نزيف من أي مكان في الجسم. وبكده نقدر نقول ايه هي مضاعفات فيروس سي. الحقيقة ان مضاعفات فيروس سي كتيرة جدا، معظمها على الكبد، ممكن يحصل فيه لا قدر الله تليف في الكبد، ممكن يحصل فيه سرطان في الكبد، ممكن يحصل بعد كده فشل في وظائف الكبد فيحصل اصفرار في العين، اصفرار في الجلد، ممكن يحصل استسقاء في البطن وان البطن تبقى فيها مية، ممكن يحصل تورم الساقين لا قدر الله، ممكن يحصل بعد كده لا قدر الله دوالي في المريء وممكن تنزف، ممكن يحصل نزيف في الجسم بشكل عام لان الصفائح الدمويه عددها بيقل، وكمان عوامل التجلط اللي بيصنعها الكبد بشكل كبير والمعتمد على فيتامين كاف كمان بتقل. ممكن يحصل ضعف عام في الجسم وضمور في العضلات، ممكن يحصل تدهور في حاله الكلى لا قدر الله. ازاي نشخص مرض فيروس سي؟ لو شكينا ان في مريض عنده فيروس سي نعمل ايه؟ بنعمل اول حاجه اختبار اجسام المضاده اللي هو HCV antibodies، لو طلع ايجابي بنعمل بعد كده البي سي ار، لو طلع ايجابي البي سي ار يبقى كده خلاص المريض ده عنده فيروس سي ولازم ياخد العلاج فورا، لو طلع البي سي ار سلبي في الوقت ده ممكن يكون ده من ال 25% اللي احنا قلنا عليهم في الاول اللي هو بيخفوا لوحدهم والجسم بيقتل الفيروس لوحده، لكن لازم نعيد التحليل تاني بعد 6 شهور نتاكد ان البي سي ار برضه سلبي بعد 6 شهور. طبعا دي كانت التحاليل الخاصة ان احنا نعرف ان الفيروس موجود ولا لا، لكن في تحاليل تانية بنعرف من خلالها تأثير الفيروس ده على الجسم عموما وعلى الكبد خصوصا. فبنعمل صورة دم كاملة، بنعمل نسبة ألبومين في الدم، نسبة الصفرة في الدم، معدلات النزيف، بنعمل وظائف كلى، بنعمل دلالات أورام أو ألفا فيتو بروتين، بنعمل وظائف غدة درقية، بنعمل أشعة تلفزيونية على البطن، وممكن نحتاج ناخد عينة من الكبد في بعض الناس لتحليلها. ازاي بنعالج مريض فيروس سي؟ الحمد لله دلوقتي طبعا في علاجات جديده ومتقدمه جدا في علاج فيروس سي، بخلاف حقن الانترفيرون اللي كانت بتتاخد زمان واللي كان ليها مشاكل كبيره جدا ونسبه شفاء قليله مقارنه بالادويه الجديده اللي موجوده دلوقتي. دلوقتي اي مريض بيكتشف ان عنده فيروس سي بيدخل على النت، على موقع لجنه مكافحه الفيروسات الكبديه، بيسجل اسمه وبياناته والموقع بيديله اقرب مكان عشان يروح يصرف منه علاج فيروس سي بالمجان. العلاج بالنسبه للناس اللي ما خدتش حقن انترفيرون قبل كده وما خدوش علاج قبل كده لفيروس سي بيكون عباره عن قرص او قرصين لمده 3 شهور، لكن في حالات معدده كده ممكن ياخد العلاج لمده 6 شهور، وطبعا الطبيب اللي بيحدد الكلام ده كله. مثلا لو كان خد حقن انترفيرون قبل كده ورجع رد عليه الفيروس تاني او حاجات تانية الاطباء اللي بيحددوها طبعا. والحمد لله طبعا كل يوم في جديد في علاج فيروس سي. واخيرا احب انصح كل الناس دلوقتي انها تعمل تحليل الفيروس تطمن على نفسها حتى لو مفيش اعراض، لان زي ما قلنا ممكن يجي وما يكونش فيه اي اعراض خالص، نعمل التحليل بشكل دوري حتى ولو كل سنتين مره نطمن على نفسنا. في النهايه احب اشكركم، اشتركوا في القناه، اعمل لايك وشير، ولو في اي استفسار اسالوني في التعليقات. شكرا لكم.